امتحان استرشادي للبيولوجي تانية سنة. نبتدي مع بعض. أول سؤال: The temperature of living organisms decreased by the action of A. درجة حرارة الكائنات الحية بتقل بالأكشن of A. Transpiration أو transpiration بيقلل، بس بيقول لك only. طب نشوف باقي الحاجات. Urination، الurination ملوش دعوة بتقليل درجة حرارة الجسم. Transpiration or urination، قلنا الurination ملوش دعوة. Transpiration or sweat، ليه بقى؟ Transpiration احنا قلنا في البلانتس ربنا عامل Transpiration ان النبات يفقد المية في صورة water vapor عشان يقلل من درجة حرارة النبات، عشان قلنا لو حصل رايز او ارتفاع في التمبريتشر بتاعة النبات ممكن يعمل يبوظ البروتوبلازم. امال ايه السويت؟ السويت ربنا عامل في الانسان لما درجة الحرارة بتزيد فبيحصل dilation في البلاد فيزلز وبيزيد الاكتيفيتي بتاعة السويت جلاند وبيزيد السويت عشان يقلل من درجة حرارة الجسم. يبقى transpiration or sweat. The opposite figure represents the nerve cells. The potential difference positive 40. طب نراجع كده احنا من الاول. كان عندنا في حالة الريست بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف، كان الصوديوم بره اكتر من جوه 10-15 مرة والبوتاسيوم اكتر من بره 30 مرة. ده في حالة الريست، وكان البوتنشال ديفرنس ماينس 70 ميلي فولت. حصل استيميوليشن، راح الصوديوم دخل لجوه، حصل ديبولاريزيشن، بره بقى نيجاتيف وجوه بقى بوزيتيف. البوتنشال ديفرنس بقى بوزيتيف 40 ميلي فولت. طيب يبقى انا امتى بوزيتيف 40 ميلي فولت؟ لما بيبقى بره نيجاتيف وجوه بوزيتيف في حاله الديبولاريزيشن. 2 اونلي، 1 غلط، 3 طبعا غلط، ده بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف، 1 و 2 غلط. Some of the following membranes around the brain. What's the membrane that protect it from mechanical trauma؟ طب احنا عارفين ادي ده البرين بتاعنا، في ثلاث اخشاب بيحوط فيه: بيا ماتر، اراكنويد، ادي بيا ماتر، اراكنويد، ديورا ماتر. نيورو ليما ده ملوش دعوه، ده غشاء بتاع الايه؟ النيرف سيل. طيب اراكنويد قلنا ليه هو الاراكنويد؟ عشان فيه سائل اسمه سي اس اف، سيريبروسباينال فلويد، بيحمي المخ من الميكانيكال تروما. عامل ربنا عامل السائل ده عشان لو المخ اتخبط ما تجيش الاصابه في المخ نفسه، تيجي في الاغشيه اللي بره. فقلنا الاراكنويد. which part is not affected، مش بيتاثر لما البيرسون بيتعرض لهاي ساوند ويفز. طيب نمشي واحده واحده. الميد برين بيتاثر، ليه بيتاثر؟ لان الميد برين ده فيه نيرفوس سنتر كيب البادي بالانس، وفي سنتر كونكتد ويز هيرنج اند فيجن، وريجوليت ميني ريفلكسز زي الريفلكسز ريليتد تو هيرنج. يبقى ده بيتاثر. السيربيلم مش بيتاثر لان السيربيلم مسؤول عن البادي بالانس مع اتحاده مع الايه، الانر اير والبادي ماسل. السيربرال كورس طبعا بيتاثر، ليه؟ لان السيربرال كورتكس في التيمبورال لوب، في سنتر اوف سميل تيست اند هيرنج، في مسؤول عن السمع. الثالاموس بيتاثر لان الثالاموس ده بيعمل كوردينيشن او سنتر في الكوردينيشن للسنسور نيرف امبلس، كل النيرف امبلس اللي بتوصل للبرين اكسبت سميل، يعني الهيرنج تبعها بيوديها بيعمل لها تنسيق. which of the following process get rid of، النبات بيتخلص من الاكسس ووتر. احنا قلنا عارفين ان النبات بيتخلص من الاكسس ووتر عن طريق عمليتين: ترانسبيريشن وجاتيشن. الجاتيشن بيطلعه من الهايدا سوت، ده كله غلط. في الايرلي مورنينج ات ذا اند اوف سبرينج، في نهايه فصل الربيع. which of the following graphs represents the change in the concentration of thyroid gland hormone. thyroid gland hormone ده موجود في البلاد بلازما. بيشنت عنده كيدني فيل، طب ده البلاد بتاع البيشنت. هنا بيدخل البيوريفاينج ليكويد، سائل التنقيه، في اول بلازما كونتنت اكسبت يوري، يبقى كلهم ما عدا اليوري. واحنا عارفين دم المريض طبعا مليان يوريا، يدخل البيوريفاينج ليكويد، هنا يحصل بالديفيوجن، يروح ينتشر هنا اليوريا والويستس، تطلع هنا اهو. طيب امال الثايرويد جلاند هرمون تركيزه زي ما هو، احنا قلنا اللي بيدخل في كل مكونات البلاد بلازما بنفس تركيبها اكسبت يوري، ما عدا اليوريا والويستس، يبقى تركيزه هو هو. هنا الاستايل كولين، ده البري سينابتيك، ده البوست سينابتيك، هنا السينابتيك فيزيكال، هنا الكالسيوم شانل. احنا قلنا ايه اللي بيحصل لما بيجي النيرف امبلس،
كالسيوم، عشان الكالسيوم بيدخل يعمل رابشر للسينابتيك فيسيكل، تطلع الاستايلكولين ليه هنا ريسبتور، يعمل استيميليشن يدخل الصوديوم جوه، يبقى بره نيجاتيف وجوه بوزيتيف، ويكمل النيرف امبلس. يجي بعد ما خلصنا يجي الكولينستريز يكسر الاستايل كولين. طب الاستايل كولين امتى بيوصل البوست سينابتيك؟ امتى بيوصل هنا؟ افتر ذا اكشن اوف كولينستريز، ده الكولينستريز بيكسر. قبل الاكشن اوف كالسيوم؟ لا غلط، قبل الاكشن اوف صوديوم، ملوش دعوه الصوديوم بالاستايل كولين. بعد الاكشن اوف كالسيوم قلنا الكالسيوم تشانل بتدخل، يروح الكالسيوم عامل رابشر للسينابتيك فيزيكال اللي فيها استايل كولين، يروح ايه، يطلع يروح للريسبتور بتاعته. يوريا بيتكون فين؟ في الكيدني، بيتصنع في الكيدني. احنا عارفين بياخد هو بيجيله من الهيباتيك بورتال فين الامينو اسيدز، ده تركيب الامينو اسيد، بياخد NH2 مع H يعني NH3 مع الكربون دايوكسيد يديني اليوريا. يبقى اليوريا بتتكون فين؟ في الليفر، وتروح طالعه على الهيباتيك فين، هتروح على الهرم. السكن بيطلعها اكسكريتد، بتطلع كميات قليله. سوري، هنا الليفر، اللنج ما مش بيطلع اليوريا، الكدني بيطلعها بس بكميات كبيره. احنا قلنا بتتصنع فين؟ في الليفر. الميموزا بلانت the structures that are similar in the function to joints. مين اللي شبه المفاصل في الهيومن؟ طبعا البولفيني، الانتفاخات دي عامله زي المفاصل. ليه بقى؟ لان قلنا لما بيحصل تاتش او داركنس الجزء ده more sensitive lower than the upper، فبتروح الميه تطلع للنيكست او neighboring tissues، تروح نازله لتحت كده اهو، وينزل البرايمري ريتشز والسكند ريتشز والليفلتس. يبقى مين اللي عامل زي المفصل اللي بيتحرك؟ هو البولفين. ليفلتس غلط، برايمري ريتشز غلط، سكند ريتشز غلط. Which of the following graph represents the amount of expelled substances from the health person in a cold day؟ طيب احنا عارفين في الكولد دي ايه اللي بيحصل؟ بيحصل كونستريكشن في البلاد فيزلز، السويت جلاند اكتيفيتي ديكريز، وبيقل السويت. يبقى في البرد السويت بيقل، وبالتالي الجسم بيطلع الميه الزياده فين؟ بيزيد اليورين. طب انا هدور على واحده فيها يورين كتير وسويت قليل، دي يورين كتير. اليورين والسويت في الكل طبعا غلط، مش قد بعض، واليورين اقل من السويت غلط. في البرد السويت بيقل واليورين بيزيد. Myelinated nerve fibers conduct nerve impulses بالنسبة لل non-myelinated. Myelinated يعني في حواليها مادة الميلين. الميلين عبارة عن إيه؟ مادة insulating substance makes the nerve impulse pass through and via nodes، فبالتالي بيمشي أسرع، فطبعا بتسرع عن ال non-myelinated. In a healthy person، شخص healthy، concentration of glucose في renal artery بالنسبة طلع اكتر من الرينال فين. طيب احنا عارفين ده دي رسمه مبسطه كده للنفرون. طيب هنا بيبقى فيه الجلوميرولوس، ده البلط. طيب تكوين البول بيحصل عمليتين، فلتريشن وري ابزوربشن. فلتريشن هنا بيحصل، مين اللي ما بيحصلوش فلتريشن؟ البلط سيلز والبروتين لانها كبيره في الحجم. مين هنا اللي بيدخل؟ بيدخل الجلوكوز واليوريا والويستس والووتر والسولز. طيب هيحصل هنا في الايه، في النفريك تبيول، بيحصل ري ابزوربشن. يعني ري ابزوربشن يعني ربنا بيرجع ياخد، يخلي الجسم ياخد الميه اللي محتاجها، ياخد السولز اللي محتاجها، ياخد كل الجلوكوز يرجعه تاني للبلط. لان لو ما حصلش كده الجسم ممكن يفقد كل الميه بتاعته، يضطر يشرب 170 لتر، وده طبعا مستحيل. فبيبقى هنا في حواليه البلط بياخد كل الجلوكوز بالاكتيف ترانسبورت، بياخد الميه اللي محتاجها، بياخد السولت اللي محتاجها، بيطلع بس اليورين اللي هي اليوريا والويستس اكسس ووتر اكسس سولت. طيب المفروض الطبيعي ما دام حصل ري ابزوربشن كويس ان الجلوكوز اللي في الرينال ارتري بقى قد الرينال فين، اللي داخل قد اللي طالع، لان حصل ري ابزوربشن ورجعته كله.
معنى ان هو كميته في الرينال ارتري اكتر من الرينال فين، يبقى حصل مشكله في النفركتبيول. بومنز كبسول لا، دي بيحصل فيها فلتريشن كولكتنج داكت، دي اللي بتطلع بتتجمع وتطلع اليورين. جلوميرولي ده الدم بتاعنا. طيب ديورنج ايه ذا نيرف سيل ما بتستجيبش لاني ستيمولس؟ قلنا في حاله الريفراكتوري بيريود، لان في الفتره دي الممبرين ريستور اتس فيسيولوجيكال بروبرتس، بيرجع يستعيد خواصه الفسيولوجيه ويرجع بقى يبقى الصوديوم بره كتير اكتر من جوه 10 15 مره، ويبقى البوتاسيوم جوه اكتر من بره 30 مره، يعني بيظبط نفسه وبيظبط الايه الايونز اللي موجوده فيه، فبالتالي مش بيستجيب لاني ستيمولس لانه لسه ما رجعش في الفتره دي، هو لسه بيستعيد الفسيولوجيكال بروبرتس. طبعا بولاريزيشن غلط، ليه بولاريزيشن غلط؟ which is graph indicate relation between the air humidity and transpiration. طب احنا عارفين ده مثلا الاستوماتا. طيب انت لو حواليك هنا دراي جاف، يبتدي النبات يطلع الميه، تركيزه هنا اكتر، فيزيد الترانسبريشن، يبقى كل ما كانت قلت الهيوميديتي كل ما زاد الترانسبريشن. طيب كل ما حواليك ميه كتير فمش هيطلع نبات كتير، يبقى كل ما زادت الهيوميديتي كل ما قل الترانسبريشن، العلاقة عكسية هتبقى الإجابة دي، كل ما زاد الهيوميديتي كل ما قلت الترانسبريشن. طبعا العلاقة غلط هنا. النيرف اللي بيوصل الاي للبرين، احنا قلنا النيرف اللي رايح للبرين او السنترال نيرفس سيستم ده سنسوري. طيب والاعصاب بتاعه المخ اسمها ايه؟ كرينيال. طيب ميكسد سباينال غلط، سباينال ده متصل بالسباينال كورد. ميكسد كرينيال لا، هو مش ميكسد، هو رايح في سنسوري، رايح من الاي اللي هي سنسوري اورجن للبرين. موتور غلط، الموتور ده راجع بيبقى رايح للمصل او الجلانس، سنسوري كرينيال. لو رسمنا كده بسرعة، ده مثلا الإشارة جاية من العين اهي رايحة للبرين، وفي إشارة راجعة مثلا للمصل أو كده، اللي رايحة سنسوري واللي راجعة موتور. أوكسيبيتال لوب في السيريبرال كورتكس، في السنتر اوف ايه؟ أوكسيبيتال احنا عارفين موجود في الفيجن. طيب أمال السبيتش موجود في الفرونتال لوب، الفرونتال لوب في السبيتش وفي الفولونتري موفمنت، السميل موجود في التمبورال، السميل والتيست والهيرنج، الموفمنت موجود في الفرونت، يبقى الاوكسيبيتال موجود في الفيجن. ار كاركترايزد باي زير ابيليتي تو ديفايد اند ريبيرنج سام انجرد بارتس، مين اللي ليها القدره ان هي تنقسم؟ طب نمشي واحده واحده. سنسوري نيرونز لا، اول ما اسمع نيرونز احنا قلنا كل النيرونز كانت ديفايد عشان ما فيهاش سنتروسوم، يبقى دي غلط، قلنا النيرف سيل او النيورون نوت ديفايد، هتبقى نيوروجليا. ليه نيوروجليا؟ لان النيوروجليا ليها الابيليتي تو ديفايد، بتعمل خمس وظائف، بتعمل سبورتيف تشتغل زي الكونكتيف تيشو، بتعمل انسيوليتور، بتعمل نيوتريتيف بتغذي، كومبنسيتور كونكت رابطه. The opposite figure represent an experiment on the oat seedling. طب ايه اللي بيحصل هنا؟ احنا قلنا الكوليوبتايل القمه الناميه هي اللي فيها الاوكسنز، هي هنا مش متغطيه بغطاء اسود يبقى مفيش حاجه مش هتتاثر. طب الاوكسنز قلنا ما بتحبش اللايت، بتبعد عن اللايت، هنا هتتجمع الاوكسنز مثلا نقول مثلا 65% وهنا 35. احنا قلنا الاوكسنز الكتيره بتعمل ايه في الستيم؟ بتزود النمو، هتزيد نموها كده، والتانية نموها قليل فيها اوكسنز قليله فهتنحني ناحيه اللايت، بسمي الستيم بوزيتيف فوتوتروبيك. ستوب غلط، عكس غلط، فيرتيكال لا. من الفانكشنز بتاعت الابيديرمس، طب احنا عارفين ان السكين بتاعنا عباره عن طبقتين، طبقه الابيديرمس وطبقه الديرمس. طيب اير ابزوربشن لا طبعا، اكسكريشن اوف جاز لوظائف اللانجز، سويت برودكشن السويت هنا تبقى السويت جلاند موجوده هنا في الديرمس، الابيديرمس بيمنع البنتريشن اوف بكتيريا لان هنا في الابيديرمس، فيه هنا في الحته دي في السيرفس لير فيها طبقه الكيراتين دي هورني لير بروتكت ذا بودي فروم انفيجن اوف بكتيريا، عشان كده ليها وظيفه اميونتي. النيرف بيتكون من ايه؟ احنا لو رسمنا النيرف كده عباره عن ادي الاكسونز المحاور تبقى فيها مايلين، كل مجموعه محاور تعملي نيرف باندل حواليها نيرف باندل ممبرين، كل مجموعة نيرف باندل تكون لي النيرف وحواليها ايبينيوريوم او نيرف
ميمبرين. دندرايتس غلط. نون مايلينيتد لا مايلينيتد. A group of myelinated axons. محاور ومتغطية بالمايلي قلنا عشان بيزود السرعة. Collection of neurons غلط. Study the following figure that represent the reflex action. احنا قلنا reflex action بيتكون ازاي. ده sensory organ او sensory receptor. هنا sensory cell. هنا connector. هنا motor cell. هنا responding organ. هنا المصل. طب عضلات ايدي دي العضلات الايد دي عضلات ايه؟ فولانتري او سكيليتال، فبسميه فولانتري. ليه نوعه فولانتري؟ لانه متصل بسكيليتال او فولانتري مصر. عضله الايد دي عضله اراديه. طب نشوف سؤال ده. يبقى هنا فولانتري او سوماتيك. ليه؟ لأن response in the voluntary أو skeletal muscle. هنقول السؤال اللي بعده. One of the human kidney. لو هي واحدة من الكليتين، احنا عندنا two kidneys، لو واحدة منهم حصل لها damage التانية grow and do the function of the two kidneys. يبقى ممكن واحد يعيش من كلية واحدة بس. ليه؟ لأن التانية grow slightly and do the action أو do the function of the two kidneys. لكن ما يقدرش يعيش من غير التو كيدنيز، يموت. ولازم مضطر ان هو ايه لو عنده الكلى باظت بيضطر يقعد يعمل ايه يحصل له كيدني فيلير، ويبتدي بقى ايه يروح يعمل يغسل كلى مثلا 3 مرات في الاسبوع او اكتر.